تمام. النهارده طبعا اخر حلقات الاسبوع زي ما بقول لحضراتكم، وداخلين اهو على الويكند. وبالمناسبه بمناسبه الكلام عن الويكند، يعني طبعا كتير جدا مننا بيفضل ان هو يدور على اي حاجه بيحبها وما كانش عنده مساحه وقت يعملها على مدار الاسبوع، فبيعملها في الويكند عشان يخرج من خلالها من ضغوط الشغل طوال الاسبوع. الويكند بيكون هو فرصتنا الوحيده تقريبا عشان نحاول على قد ما نقدر نخفف الضغوط اللي علينا كلنا طول ايام الاسبوع. في مننا اللي بيتفسح، في اللي بيقابل اهله واصحابه، في اللي بيحب يمارس رياضه بيحبها. في كل الاحوال طبعا نصيحتنا لكل حضراتكم، حاولوا على قد ما تقدروا تستغلوا اجازه نهايه الاسبوع صح عشان تعرفوا تبتدوا الاسبوع الجديد بنشاط وحياة. بتفق معاك يا كريم والله فعلا، يعني الاجازه ممكن نقول انها فرصه اننا نفصل شويه من الضغوط، الملل اليومي اللي موجود، المشاكل النفسيه اللي بتواجهنا اكيد على مدار اليوم من خلال الشغل، مشاكل مع اي حد من الناس في العيله، حتى اي ضغوطات بنواجهها. يعني عشان كده لازم بنقول ان احنا نفكر كويس ازاي نقضي بقى الاجازه بس صح. مش لازم برضو، خلي بالك من حاجه، احنا مش لازم نسافر ونصرف فلوس كتيره. في ناس تقول لك انا معيش ان انا افك كل ويكند مثلا عن نفسي واسافر واخد ولادي. مش لازم على فكره خالص، في حاجات حتى يعني دكاتره النفسيين بيتكلموا عنها، التمشيه في الشارع في اوقات معينه دي ممكن تريح نفسيا جدا، الاماكن المفتوحه، الكورنيش، الجناين، كل دي ممكن ان هي تحسن من نفسيه البني ادم. لو اتغدينا كمان بيقول لك وسط خضره، الخضره بتفرق بشكل كبير جدا طبعا في النفسيه. الهواء نفسه اللي بنستنشقه لما بيبقى هواء نظيف بيفرق جدا في النفسيه. فيعني خلينا نقول ان احنا دايما بناكد، واكيد الدكاتره النفسيين او الصحه النفسيه يعني بياكدوا، الاجازه دي مهم جدا اللي احنا نستغلها بشكل سليم. يمكن لو هنتكلم عن الغرب بيعملوا كده فعلا، يعني اسبوع طبعا الشغل شغل، والويكند زي ما احنا كلنا عارفين بينبسطوا فيه باي شكل كان يعني. فلازم نعمل ده علشان حتى نرفع عن نفسنا. برضو بمناسبه ان احنا بنتكلم مع حضراتكم عن يعني الصحه النفسيه وازاي كلنا نحافظ على سلامه صحتنا النفسيه وتبقى معنوياتنا مرتفعه دايما بقدر المستطاع، الحقيقه كتير جدا مننا يعني من الناس او مننا بيشتكوا من الاكتئاب ومن فقدان الامل كتير جدا لاسباب مختلفه، بيحسوا ان هم مش مبسوطين قوي باللي هم فيه. بالمناسبه في كتير من الاحيان بيكون في ناس الحقيقه ما عندهمش اي سبب منطقي يخليهم مكتئبين، يعني ماديا زي الفل، اجتماعيا زي الفل، اولادهم زي الفل الحمد لله، لكن ومع هذا بتحسوا برضو ان هم مش مبسوطين. ده بيتم توصيفه غالبا على ان صحتهم النفسيه يعني زي بتقولوا كده بعافية حبتين، محتاجة تتظبط. عشان كده في حاجات لازم كلنا ناخد بالنا منها عشان الحالة المزاجية والنفسية تكون أحسن بكتير، وعشان ما نوصلش لحالة الاكتئاب مهم جدا نخلي بالنا كلنا من عاداتنا اليومية وندي نفسنا يعني وقت إن احنا نعمل أي حاجة بنحبها حتى لو نص ساعة من الزمن، هتفرق كتير. صح، هتفرق جدا. وخليني اقول لك كمان من الحاجات المهم ناخد بالنا منها، ويمكن انا وانت برضو من الناس اللي فرق معانا لما احنا ابتدينا كمان نمارس رياضه. يمكن انا وانت يا كريم ودي طبعا يعني لازم نعترف، احنا ما كناش بنمارس رياضه بشكل يعني مستديم، ولكن بعد ما والله بجد بعد ما دخلنا البرنامج ده وقناة الاهلي بقينا خلاص جزء من فكرتنا ان انت الرياضه شيء اساسي في الحياه. فانت بقيت تروح الجيم في النادي وانا كمان بقيت اروح الجيم، فده بيفرق كتير جدا. فزي ما بيقولوا الرياضه لازم تبقى جزء من فكرتنا اجازتنا الاسبوعيه. يعني اللي بيعاني مثلا من مشكله لو مارس رياضه، ده برده كلام متخصصين هيفرق معاه كتير جدا. الناس اللي جربت هي اللي بتقول، مش احنا، الجيم، لعب الكوره، اي رياضه انت بتحبها هيكون ليها تاثير قوي جدا في تحسين المود والصحه النفسيه. جربوا على فكره، مش نخسر حاجه. ممكن ناس تقول لك ايه الكلام ده، ما فيش وقت، لا ما فيش نفس، جرب مش يمكن يفرق. يعني خلينا كده زي ما قلنا نخصص وقت للشغل بس نخصص وقت للراحه. فاكر امبارح الكلمه اللي قلناها، لا حقك استمع لجسمك. ايوه استمع لجسمك. يعني كده بالظبط، لما تحس ان جسمك عايز بجد يرتاح ارتاح، لما تحس ان جسمك مثلا او المود بتاعك مش قادر ان هو يتكلم مع حد او يكون وسط زحمه، اقعد لوحدك وخد وقتك مع نفسك وارتاح نفسيا، وبعدين روح تعامل مع الناس، ما حدش يجي على نفسه، دي اهم حاجه. فخلينا نقول في الاول وفي الاخر اعمل الحاجه اللي انت بتحبها، اكيد هيفرق معاك كتير جدا. طيب طالما بقى الكلام حلو عن الصحه النفسيه، خلينا نشوف مع حضراتكم فيديو جراف بيقدم لنا بعض النصائح المهمه للعنايه بصحتنا النفسيه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.